بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم بمنصة تعلم. طبعا اليوم حنتطرق على الباك جراوند. أول شيء حناخذ الباك جراوند كخلفية كلون للصفحة. نشوف هذا المثال التطبيقي مثل ما أخذنا سابقا، بس اعطينا باك جراوند كلر، وهنا نقدر نختار أي لون. طبعا الألوان تظهر بمجرد اي لون تحب يظهر مباشرة. هاي كلون، نجعل لون ثابت للصفحة كاملة. الشغلة الثانية، اذا اريد اخليها لعنصر معين، يعني شوف التطبيق، مثلا اريد اني الاتش 1 والديف والبي، كل واحدة لها خلفية معينة، فاقول له اتش 1 الباك جراوند كلر مالتها هيج، الديف مالتها هيج اللون، البي عفوا الباك جراوند كلر مالتها هيج. في التطبيق اذا نشوف، انا حطيت الديف، يعني عفوا البي بنص الديف، مجرد للتوضيح حتى نشوف شلون انه ياخذ اللون. ثالث شيء، اذا اردنا مثلا درجة اللون تتغير، يعني عفوا يعني هو اللون تدرجاته، فحنستخدم الاوباسيتي. فانا شو سويت هسه، قسمت الديف، ديف واحد ديف اثنين ديف ثلاثة، انه مجرد حتى اعرف شلون التدرجات تصير. فاول ما بديت، اول شيء طبعا استخدمت الكلاس اللي هو احنا شرحناه سابقا، انه استخدمنا الدوت. فسوينا بالديف استدعينا الفيرست اللي هو 0.1، هو طبعا من 0.1 الى الواحد الاوباسيتي مالته. ثاني واحد السكند اللي هي 0.3، ثالث واحد 0.6، واللي هو هذا الديفولت اللي هو واحد. ثاني شيء هسه مثلا نريد نحط صورة كخلفية، نلاحظ هنا background image، اعطيته بس URL، صورة محددة تكون الصورة داخل الفولدر معين اللي تشتغل عليه افضل. اخر شيء احنا نريد نخلي هاي الصورة، بس ما نريد الصورة تتكرر. فش استخدمنا؟ نفس الاستخدام، بس قلنا background repeat no repeat، ما عيدها، فتطلع صورة واحدة بس. أتمنى أن الموضوع نال إعجابكم، في أمان الله.